رياح على شلي. ننساهم انت الفن وانت للاهم تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة طيب نقلي ولا نشوي معون كله ما يلصقش فوق الجاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرحش هذا المعون وهذه احسن جودة خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة احسن ما في السوق ليك والباقي العايله بيديك انتي تحفل وتمنى المايده او ام اس كوزيني اوترمون سيكا هي العماره وبسرها تزهينا ما سمحت شيف مسهلها البنت التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا وتن البدر حذرناه سلا سلا محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر وردة سرنا المحبة البروموات مع OMS ما توفاش OMS كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو وتنجم تخلص على 6 شهور OMS كوزيني اوترمون عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال في حلقتنا اليوم باش نحكيو على التسويق والسياحة وكيفاش نسوقوا للسياحة التونسية كما زادة باش نحكيو على الجلطات الدماغية عافانا وعافاكم الله وربي يشفي المرضى بيان سور مناش تكون ولا شنو الأسباب متاع الجلطة الدماغية وخاصة الوقاية منها وكيف كيف نحكيو على حاجة مهمة برشا اللي هي لسال دو بان تاعنا والديكور فيها خاطر مش برشا ناس يعملوا ديكور في سال دو بان اليوم باش نقول لكم شنو الطرق المبتكرة في الديكوراسيون تاع لي سال دو بان هذا وغيره في برنامج الماتينال ما تبدلوش القناة ونقولوا مرحبا لي تخوا شيف عسلامة فاطمة عسلامة ونهار أكيد لتخوا شيف في كوجينتنا اليوم عسلامة شيف فتحية شيف سامي الرزقي مشاهدينا رجعنا لكم باش نعطيكم وصفات وتبرات تسهل عليكم فكرة الفطور والعشاء في الدار خاصة ربات بيوتي تابعونا طيلة شهر رمضان احنا مع شيف فتحية عندنا ديما الحلو والحاجة البنينة ومع شيف سامي تو نشوفوا بعد شويه نبدو مع شيف فتحيه تقول لنا شنو باش حاضر لنا اليوم انا باش نخليكم مادام انتم خليتوني وحدي باش نخليكم وحدكم ونرجع المره الجايه الو شنو باش نعملوا اليوم انا اكثر حاجه فرحانه بها هي رجوعكم معايا اليوم باش نوريكم كيفاش طريقه سهله تعملوا بها ماهمش لي مافينز تغزلوا باكويت مافينز ماهيش مافينز المره هذه مي جاتو بالفريز باكو مافينز سمارت شيف يعطيك الصحة دونك باش نعملوا جاتو أكيد بما أنه في الفريز ولد وقته توا حاجة بنينة وممتازة لكم مشاهدينا أنا باش نحضر لكم اليوم وصفات مميزة باش نعملوا فلفل محشي شيف سامي قلت لنا باش نعملوا فلفل محشي باش نعملوا البونيت دونك اللي هو التن توا وقته الحوت الأزرق بأنواع الكل توا وقته تسخن الدنيا يولي وقت الحوت الأزرق بأنواعه كيف ما قلنا طب شوفوا كيفاش نطيبوه ومعاه عندنا سلطة وعندنا حاجة أخرى قلت لنا شيف عندنا جوت كاروت بال
الماشين هذايا نتاع اوفيزا باش نعمل جو كاروت اللي باش نزاد السنتريفيجوز من عند اوفيزا اللي زاد فيها شويه معدنوس وشويه سيترون. جو نتاع سفناريا بالمعدنوس والسيترون هذايا باش تشوفوه بعد شويه معاك اكيد للناس المغرومه تو بالرجيم وجاء الصيف وغيره ويحبوا الرشاقه. تابعونا في المده هذه الكل باش نودوكم بوصفات مميزه نتاع ديتوكس ومتاع انواع نتاع جو فريشكين. نمشيو لفاطمه صفيت بعد شويه نجيب لكم جينتنا. مشكورين لشيف كما تشوفوا بحثي في البلاتو مدام عائشه جويلي مهندسه ديكور داخلي. مرحبا بك مدام. عايشك فاطمه. صافا؟ عايشك الحمد لله. اليوم نحكيو على سال دو بان وديكوراسيون نتاعهم. اي اللي حاجه مهمه برشا كيف كيف بحثنا الدكتور رئيف بوخذير اللي هو اخصائي في امراض الاعصاب. مرحبا بك دكتور. عسلامة فاطمه شحالك؟ الحمد لله صافا انت؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. اليوم نحكيو على الجلطه الدماغيه. خلينا نبداو بالجلطات الدماغيه قبل عافانا وعافاكم الله وربي يشفي بيان سور المرضى الكل. اليوم دكتور نحكيو جلطة دماغية، اش نقصدوا بها علميا؟ قبل كل شيء نبداو نعرفوا الجلطة الدماغية. الجلطة الدماغية هي حادث مفاجئ يحدث في المخ نتيجة عطب في الأوعية الدموية. فهمتك. دونك كيما اسمه سيت ان اكسيدون فاسكولير سيريبرال، سيت مشكلة في الأوعية الدموية، معناتها الدم ما يوصلش بالباهي للمخ. للمخ، مش حجرة كيما نقولوا احنا نتاع دم ولا حاجة، مش تخثر في الدم. نوع من التخثر من الدم. نوع من التخثر. باهي. يقول قال شو الأسباب نتاع الجلطة؟ باهي، قبل كل شيء لازم نوضحوا، فما زوز أنواع نتاع جلطات دماغية. جلطة دماغية اللي هي بالانسداد، فما جلطة دماغية اللي هي بالنزيف. فهمتك. أنا زوز نسميهم جلطات. ولا زوز جلطات. الجلطة الدماغية اللي هي بالانسداد تمثل 80% من الجلطات الكل. فهمت كذلك علاش هي أكثر متعارف عليها أكثر؟ هي المتعارف عليها أكثر. والسبب أون جينيرال معناتها كما قلت أنت فما أن بتي كيو سونغا اللي هو يتعدى للمخ يسكر العرق. دونك ينقص الاكسجين ما يوصلش بالباهي للمخ يتولي فما سوفرانس سيريبرال والخليه معناتها بتموت. فهمت. دونك هيك علاش لازم نفيقوا بالجلطه على بكري باش نتفاديوها والعلاج يكون على بكري. فهمتك. باهي واللي يصير نزيف معناها؟ النزيف هو معناتها العرق مش يترشق. اون جينيرال نتيجة معناتها بيك هيبرتونسيف معناتها ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. دونك العرق مش يترشق مش يولي الدم مش يخرج لبرا مش معناتها مش يصير نقص في تزويد المخ بالاكسجين. وساعات نجم يكون العرق يترشق في بلاصة حساسة شوية في المخ معناتها ينجم يؤدي لا قدر الله معناتها إلى الوفاة. دونك هيك علاش ديما نرجعوا نقولوا لازم الوقاية بالمراقبة ضغط الدم بعد نرجع بالتفاصيل على عوامل الخطر الكل. فهمتك. بيك نقولوا جلطة دماغية دكتور سوى بالانسداد نتاع العروق والا نقولوا احنا بالنزيف اللي يصير، هل الاسباب كلها ديما تكون معناتها عبد عنده تونسيون ولا عبد عنده تخثر في الدم واش قاعد ياخذ في دواء مثلا، والا ينجم يكون حتى حادث ينجم يسبب لنا الجلطة هذه؟ باش ديما نرجع نقولوا الجلطات الدماغيه بالنزيف اون جينيرال قلت لك التونسيون هي السبب الرئيسي. فما اسباب اخرى مثلا نجم يكون العبيد اللي ياخذوا في الادويه اللي تجري في الدم. اي فما الحوادث هيكم يعملوا نزيف داخلي في المخ. اما بالنسبه للجلطه الاخرى اللي بالانسداد هي اون جينيرال سي لاتيروسكليروز نقولوا احنا. معناتها العروق يتسكروا بالكوليسترول وبالشحم معناتها. فهمتك. ينجم يكون اكثر من عرق نجم يسبب جلطه؟ نجم يكون خاصه وقتها تولي المشكله في كما قلنا نجم تكون جروسو مودو فما زوز اسباب نتاع الجلطه سي لاتيروسكليروز معناتها الشحم هو اللي سكر في العروق ولا مشكله في القلب. تبدا فما مشكله في القلب مثلا نتيجه التراكم نتاع الشحم. هذا به؟ وهذا سبب الاول، السبب الثاني هو المشكله في القلب. القلب في غالب الحالات معناتها تكون الدقه نتاع القلب ماهيش منتظمه ولا فما قصور في وظيفه نتاع القلب انسفيزونس كاردياك والا فما مشكله في الصمامات نتاع القلب ليفالفيلوباتي. دونك وقتها الدم يتجمد في القلب وساعات يبعث دي زومبول لك جسيمات صغار اللي هما يوصلوا للمخ ويسكروا العروق. هيك علاش معناتها كيبدا المشكله في القلب ينجم يبعث بليزيور امبول
هيك علاش نجم يصيروا مثلا جلطتين فرد وقت ولا جلطه الاولى وبعد تسبق جلطه ثانيه. يا لطيف دكتوره، في العاده كيف نقولوا عبد عنده جلطه في المخ، هل تسبقها اعراض اللي تخلينا نفيقوا اللي العبد هذاك قاعد يعاني تويكا من جلطه نجموا نسعفوه فيها، والا جلطه هي حاجه مختلفه كها؟ لا، ما فما اعراض وين جيت هوني معناتها البور، باش الهدف من الجايين نتاعي انه اي واحد يشوف جلطه قدامه لازم يقول هذه جلطه. بالضبط، معناتها ديجا الجمعيه نتاعنا نتاع امراض الاعصاب في تونس عامله من 2016 حمله مخصوصه للوقايه من الجلطه والعلاج السريع للجلطه. الحمله هذه اسمها فيسا، معناتها فيسا معناتها كما نشوفوا في التصويره، فيسا معناتها فم غير قادر على الحركه ولا فم معوج. يتعوج. اي الياء معناتها يد غير قادر على الحركه. والسا معناتها سلسة الكلام فيها صعوبه، معناتها في مشكله في الكلام، ما نجمش يتكلم ولا ما يفهمكش في الكلام. دونك هذا من الكل معناتها عجل راهو نجم تكون عندك جلطه. فهمتك، معناتها هذوما يصيروا العبد اللي تقع عنده جلطه بالوقت. وشنو لازم نعمل وانا كيف تقع عنده الجلطه هذه يا دكتور؟ دونك كما قلت لك اي واحد يشوف العلامات هذوما لازم يجي في باله اللي هي جلطه. دونك لازم الاقرب استاجيلي، معناتها ما فماش حتى وقت نضيعه، معناتها هكا لي سيركوي كلاسيك باش تمشي للجينيراليست تقعد تستنى في السال داتونت، هكا الكل راهو وقت ضايع، معناتها وقت ضايع. خاطر هنا معناتها الدقيقه اللي معناتها يقعد فيها الدم غايب على المخ، الدقيقه تساوي زوز ملايين خلايا. معناتها حاجه مهمه. معناتها تتخيل انت في ساعه نجموا نخسروا 120 مليون خليه، وبعد الريكوبيراسيون نتاعهم اللي كازي امبوسيبل معناتها. فهمت. دونك هيك علاش لازم على بكري ماكسيموم اربع سوايع ونص لازم يكون وصل للسبيطار وشخصنا الجلطه وعدينا له العلاج معناتها. فهمت. في ظرف اربع سوايع ونص معناتها. دكتور ساعات نلقاو في الانترنت ولا غيره يقول لك كيفاش نجم تسعف عبد عنده جلطه قدامك. ساعات يقول لك اذا كان تاخذ ابره ولا حاجه تدق له صوابعه باش تخرج دم هكاك تخفف له من التونسيون اللي صاير له. لا فماش منها، معناتها عندك جلطه اقرب استعجالي والطبيب هو يتصرف معناتها. معقوله برشا، جوست باش نصحوا للناس خاطر دي فوا كي نلقاو حاجات نقول في بالي المعلومه هذه على الاقل نجم نسعف بها حد. اذا كان عبد صارت له جلطه، فما ناس نسمعوا بهم يقول لك صارت له جلطه على النوم وهو راقد. هل هي تابع الجلطات اللي نحكيو فيهم والا ذيك دوتخ كا دكتور؟ فما نجم تكون جلطه في اي وقت، معناتها في النوم، في الوقت هو فايق، في كل وقت. ما نجمش يفيق دكتور اللي هو معناتها صارت له حاجه وجيعه ممكن تصير في الراس ولا حاجه تنجم تفيق ولا لا؟ فما تنجم، فما حالات ديما قلنا هذوما الحالات معناتها الاعراض الكبار نتاع الجلطه. نجم تكون زاده وجيعه في الراس، زاده تعمل جلطه، علامات نتاع جلطه، نجم زاده تكون نقص حاد في النظر، مثلا واحد يكون يشوف فجاه عينه بشويه تضبب ولا زاده مشكله في التوازن، حس الدوخه. نعاود نركز الجلطه معناتها في كل الحالات سي بروتال، معناتها بشكل فجئي، معناتها واحد في لحظه كان لاباس عليه فجاه معناتها جاوه الاعراض. فهمتك، فما ناس يشوفوا زوز فرد الوقت، معناها يكون يسوق مثلا يرى الدنيا زوز حاجات، دونك هذه من اعراض الجلطه زاده ولا لا؟ اذا كيف اذا كان البدايه فجئيه معناتها بنسبه جلطة كبيره راهي جلطه معناتها. فهمتك، نسمعوا زاد الدكتور يقول لك صارت له جلطه وتعديت، معناها وكانه ما صارلوش حتى شيء، تصير هذه زاد؟ فما الجلطات نسميهم احنا العابره، معناتها تقعد حكيت من خمسه دقائق لساعه، معناتها يجيو الاعراض اللي حكينا عليهم الساعه وبعد يتنحاو وحدهم. معناتها هذا معناتها فما الدم قص فترة معينة على البقعة هيك وبعد رجع، معناتها فما معناتها أوعية آخرين خدموا اللي هما وصلوا الدم للبلاصة هيك، معناتها هذا إنذار. أما يلزمنا نمشيو نعديو، لازمنا نمشيو نشوفو فوالا الجلطة هذه العابرة عندها نفس الخطورة نتاع الجلطة اللي كي تصير بالضبط. مش تقول تعديت دونك حكاية مش تقول تعديت، خاطر وقتها نجموا فما أدوية آخرين وفما علاج آخر اللي كيف لازم نعديوها في اقرب وقت ممكن باش نتفاداو وقوع الجلطه
اخرى 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 فهمتك. باهي دكتوره، هنا العلاج على شنو يقتصر؟ هل هي ادويه ولا فما تدخل جراحي ولا شنو يكون في الجلطات؟ اول حاجه معناتها لازم المريض معناتها يقولنا يوصل الاستعجالي في ظرف 4 سوايع ونص، باش نعملوا احنا الفحص نتاعنا، نعملوا سكانير فيسا باش نشخصوا الجلطه. سي بون، شخصناها الجلطه، وقتها فما الدواء نعديوها. الدواء هذا مسموح باش يتعدى في ظرف 4 سوايع ونص. ديما نرجع نقول 4 سوايع ونص بالحق راهم يبدلوا حياه تعبد معناتها. دونك الدواء موجود هو في معناتها في المراكز الاستعجالي الكل. فما يتعدى في العرق في مده ساعه من زمان معناتها. بنصير فما شويه تحاليل نعملوهم من قبل، الدواء موجود ويتحسنوا به المرضى الحمد لله. هذه فقط هذا برك العلاج، فماش تدخل جراحي في حال فما انسداد ولا حاجه نتاع الروح؟ فما هذه نقولوا لها ترومبوليزي، يتعدى في العرق، الدواء يتعدى في العرق. فما ساعات نجموا ندخلوا احنا بالعروق، نمشيوا احنا هيك معناتها قلنا الانسداد هيك نمشيو نجبدوه نعملوا كيلاسبيراسيون. دونك هذه نجموا نوصلوها حتى من 6 سوايع حتى 24 ساعة سولون معناتها التشخيص نتاع الحال وسولون التصاور اللي لازم نعملوهم باش نثبتوا اللي معناتها العلاج هذا نجم يكون ممكن معناتها والإمكانية نتاع العلاج موجودة من غير مضاعفات بيان سور. الحمد لله. علاش يا دكتور كيف نسمع بحد عمل جلطة مثلا في راسه ديما نقعدوا خايفين؟ يقول لك اللي عمل جلطة الأولى الثانية تكون مميتة معناها لا قدر الله، صحيح ولا غلط؟ بون، علاش نقول هكا؟ خاطر اللي يعمل الجلطة عنده عوامل الخطر الكل، ما حكيناش عليهم عوامل الخطر اللي هما بسرعة ضغط الدم، الكوليسترول، السيدونتاريتي، نقص الحركة، السمنة، التدخين، إذا من الكل معناتها مادام مازالوا العوامل الموجودين معناتها بعد فما الاحتمال كبير أنه باش الجلطة تعاود. دونك ديما نرجع نقولوا الوقاية خير من العلاج، والواحد يراقب روحه، يبدا الدم نتاعه والسكر معدل، يمارس رياضة، ماكلة متوازنة، وقلاعة التدخين بيان سور. ميرسي يا دكتورة رائفة بوخذير، أخصائي في أمراض الأعصاب. نمشيو بحذا لشيف. مرحبا فاطمه، راجعين لكوجينتنا ونبداو مع مشاهدينا اول دباراتنا اليوم اللي باش تكون مع شيف فتحيه الشواشي في الحلو. الوغ في الحلو انا هنايا عملت كراميل اللي باش نوريه لكم بعد نحط جاتويا في الكوشه. بالكراميل والفريز. كراميل وفريز. فرشت الكراميل نتاعي باش نوريكم الطريقه نتاع عملين الكراميل. اللي حطيته في قاع المول نتاعي باش نطيبوا انا وياكم، لكن قبل يلزمني نحط جاتويا يطيب. والاخر معناها اللي باش نعملوا كراميل باش نعملوا صوص كراميل، باش نوريكم التطيب باش يولي كراميل يابس، ومن بعد باش نوريكم كومون لو ترانسفورمي اون صوص، معناها نرجعوا صوص كراميل بالبغ سالي، باش معناها عندكم برشا طرقات باش تعملوا بها الكراميل نتاعكم، خاطر ديما برشا عباد تصعب عليهم عاملين الكراميل. اول حاجه ساعه نعملها نجي نقص الفريز في 2 بالطول ونفرشوا في وجه الجاتو نتاعي. هات نحضر عليك انا التاش هذيا وانت تورينا الجاتو شيف. انا باش نخلط جوست عندي هنايا مافينز سمارت شيف. اي باش ناخذ الباكو هذايا حاضر باش من عند سمارت شيف. حاضر باش، لا بريباراسيون موجوده. ما تبخلوش هكا. فوالا، ما يبخلش بالكل. انا بالطبيعه ديما نبدل في المقادير، هما حاطين كعبتين عظم، 100 ملي زيت، 100 ملي ماء. انا في ال 100 ملي زيت خليتها كما هي، زدت عظمه وزدت 50 ملي ماء، خاطر نحبها تجيني كما الكلافوتي، ما نحبهاش جاتو يابسه. هذاك فوالا يلزم يكون موالو اكثر. زدت 50 ملي ماء وزدت كعب عظم، هذوك متاكده اللي باش يجوني معناها الخدمه نتاعهم مزيانه برشا. الو، خاطر انا ديما نجربهم لي غوسيت نتاعي قبل ما باش نتاكد من الخدمه ونتاكد من السلعه اللي عندي باش نجم نعطي معلومه صحيحه. هوني عندي 100 ملي زيت، 150 ماء وثلاثه كعبات عظم، هذوما نحطهم ونخلطهم مع بعضهم، هذوما باش يكون هما معناها الباز نتاعي نتاع الجاتو. وايوب هاو ما قصرش، ساعدني على الفريز، تشوفوا قداش ساهل الجاتو هذايا. كوشتي قاعده تسخن 170 درجه،
معناها ديجا الكوشة سخنتها باش نرميه هذايا نغطي معناها الفغاز نتاعي نصب عليه المكونات هذوما ويدخل للكوشة ومن بعد كي نجبدوه يلزم يفولو ديمولي سخون خارج من كوشته معناها ما يلزمش الكراميل يبرد إذا كان برد يكبش في الفغاز وما عادش يعطيكم حتى معناها النتيجة اللي نحبوا عليها. هنا نجي نصب الخليط نتاعي الكل فوق الجاتو ونبعثه للكوشة انتخطان أنا من بعد نوريكم كيفاش باش نعمل الكراميل اي الصوص كراميل معناها باش نعمل لكم دو زونا اللي هي كراميل يابس اللي حطيته أنا في قاع المول بتاعي وباش نوريكم كيفاش نعمل اون صوص كراميل كيفاش نطلع بها كيفاش نقدها كيفاش تخرج النتيجة نتاعها اون صوص. أنا نحط هذا في الكوشة ومن بعد نرجعوا مع بعض. يعطيك الصحة مشكورة شيف فتحية شواشي. مشاهدينا معكم باش ننطلق في إعداد الطبق الأول اللي هو قلنا اليوم باش نعملوا هل البونيت نوعية نتاع الحوت الأزرق هذايا التون. شوفوا كيفاش باش نطيبوه ويكون هو فريشك وتوا وقته سيغتو أنواع الحوت الأزرق توا وقتهم. دونك فيه طريقة نتاع كويسون خاصة شوي. أنا الحوت هنا شنو عملت له في التريتمون نتاعو كيفاش ننظفوه الحوت ناخذه بعد ما يتقشر ما نفريلوش الكرش نتاعو دونك خليها مشدوده باش من بعد الجراير نتاعو هذوما نقولوا احنا دي داغن دو بواسون يكونوا شادين بعضهم. هذه اول حاجه في القصان وفي التنظيف. ثاني حاجه ناخذ ماء وغلاسون في صحفه غارقه ونحط معاهم شويه خل هذوما الكل نسقط في وسطهم التن يبقى حكايه دريجينا كيكا من زمان ونخرجوه. علاش؟ باش يتنحى هكا الامونياك الزايد نتاعو اللي يعطي ريحه ومطعم قوي في وسط التن ويعطي سيغتو المراره. دونك العلاج نتاعو الامونياك الزايد في وسط التن خاطر التن كي يصطادوه خاصه بالطريقه التقليديه نتاع المطنزه وغيره يبدا نقولوا ستريسي وقتها يطلع في وسطه في الكور نتاعو الامونياك. دونك هنا لازمنا نتريتوه بالخل والماء والجلاسون رنخوه مدة دريجير ربع ساعة حسب هنا دريجير ربع ساعة حسب انت قداش قصيت الترونش نتاع التون نتاعك. تخرجوا تشلوا وتسقطوا مليح وتحطوا على دي بابي بون دونك باش يمتصك الماء والدم الزايد وقتها نطيبوا. هذايا فيما يخص التنظيف نتاع البونيت. فيما يخص الصوص نتاعو باش نحضروها اليوم باش تشوفوها بعد ما نشوفوا الفاخس باش يحضرها لنا شيف سامي للفلفل المحشي. الفلفل المحشي احنا اليوم اخترنا الستيك دو داند نتاع مليحه باش نسوتيو هذايا الفارس هو وشويه بصل في عوض اللحم مفروم معناها استعملنا الهبره داند من عند مليح. اخاف سيرتو توا مازلنا خرجنا من رمضان مازلنا نحبوا على حاجات لنا برشا مقلي ودهانات واحده سيرتو البريك وكل وزيد هو الفلفل محشي مقلي دونك او موا يبدا فما شويه ستيك باش اكيليبري نحيو الشحم هكا زايد نتاع البيون داشي باهي باش نقليوه مع شويه بصل وباش نفوحوه زاده بشويه ملح شويه تيبل فلفل اكحل وبتبيع شويه كركم شويه شويه كيما نجموا زاد شايف نفوحوه نحطوا معاه قرين فلفل سوا فيومي ولا اخضر من بعد في الفارس زاد يعطينا بنه بالحق باهي برشا. كل واحد الفارس هنا صحيح كل دار وعندهم طريقتهم في الفلفل المحشي لانهم الاطباق التونسيه التقليديه دونك وي. هنا الفارس نتاعنا بعد ما يطيب ثم ايتاب اخرى يلزموا يبرد باش نحضروا نحضروا الفاخس المعدنوس وباش نزيدوه عظيمه وشويه جبن باش يبدا متكامل ومن بعد باش نقليوه مع بعضنا اون باراليل مع هذايا زاد بالطبيعه باش نحضروا الصوص اللي باش نشوفوها من بعد مع بعضنا. دللنا في جبونات معنا مرياح بالطبيعه مرياح امورنا واضحه امورنا واضحه. هوني مشاهدينا للصوص نتاع البونيت قلنا التن هذايا اللي قصيناه جراير باش نطيبوا له الصوص يطيب في وسطها. خذيت انا كعيبتين بصل قصيتهم اون جوليان وحطيت معاهم شويه زيت زيتونه خليتهم يذبلوا بالقدا بالقدا. دونك علاش ما نحطش الزيت وحده وبعد نسقط عليه البصل هنا باش السخانه نتاع الزيت ما تطلعش يخليها البصل ديما ما توصلش لل 160 اللي هي الدرجه نتاع تدخين زيت الزيتونه وقتها يولي مضر. دونك هنا ردوا بالكم ما لازموش يدخن زيت الزيتونه وهي انواع الزيوت كل ما لازمهاش توصل درجه التدخين باش ما توليش مضره لصحتكم. هنا تقلل البصل نتاعي باش نزيد عليه ثلاث انواع نتاع فلفل اخترتهم اليوم الوان هما فلفل دونك هذايا يقولوا بوافرون كنديان دونك لكن هو مزروع في تونس ها هذايا احمر واصفر هكا هكا للمكشخين دلوا روحكم ها احمر واخضر بقلاوه يولي نزيدوا شويه فلفل اخضر عندنا الفلفل الحلو كيف كيف هذوما باش يذبلوا شويه مش برشا ومعاهم باش نسقط التون اللي قلت لكم كيفاش عملنا له التنظيف نتاعو بالجلاسون والماء
والخل. كنيش هذا شيف هذا يعمل له تحتم ايه اما ديما نحركه باش ما يشدش. دونك نعرفوا البصل فيه كميه كبيره نتاع السكر بالسهل يولي كاراماليزي ويشد لنا في القاع نتاع الطنجره. نفرش على الكعبات نتاع التن هكا هذوما باش نستعملهم اليوم في الصلصه نتاعي. هذوما نخليهم نستعملهم الراس والذنب النجم نعمل بهم مقرونه بنينه نستعمل فيها طماطم سيكام ونختار المقرونه نحب عليها من البات من عند ورده وتكون عندي مقرونه ممتازه خارقه للعاده. هوني نبدا نفوح اول حاجه باش نحطها الثوم هكا بما انه حوت نستعملوا كميه باهيه نتاع ثوم نفوح بالقدا باش نحط معاهم شويه فلفل اكحل على الوجه هكا باش يتفوح نجموا الحوت نتاعنا راهو نعملوا له المارينات بالفحات هذه قبل بليله ونخليوه زاد في الفريجدير يبات في الفحات نتاعو يجي خارق العاد. باش نحط معاه شويه فلفل زينه قرصه صغيره تابل ما نحبش نكهه الحوت تتنحى هكا. هذه كانت تشوف المكونات توا عباره مكونات الشكشوكه ما عملناها بالتن. نحط عليهم قريصه ملح هذوما الكل باش نمرقهم مرقه صغيره مش كبيره برشا خاطر الحوت ما فيش روح في سعيتي. دونك في وقت قياسي يكون عندكم طبق ممتاز حبينا نودوكم به اليوم حبينا نوروكم طريقه استعمال البونيت اللي هو ماهوش غالي. الكعبه هذه ما فاتليش ل 12 دينار نجم توكل عائلتين ما شاء الله. دونك نمشيو لفاطمه صفيد بعد شويه تجيو لكوجينتنا نكملوا مع الشيف سامي والشيف فتحيه الاطباق. وشيف ايوب زاد ما ننساوهش. دونك نحكيو تويكا ديكور نتاع سال دو بان مع مدام عائشه اجويلي اللي هو مهندسه ديكور. عائشه كيف نحكيو ديكور في سال دو بان مش برشا ناس تقول لك ديكور وسال دو بان كيفاش هذه؟ دونك قلت اليوم لا باش نحكيو ديكور. الوغ اليوم باش نحكيو ديكور. وفيت سال دو بان معناها لا فونكسيون ما تبدلتش بيان سور هي بيس ياسر مهمه في الدار وموجوده بارتو مي لو لوكس اي لو كونفور في السال دو بان هو اللي يتبدل. صحيح معناها لوكيبون تاع ليسباس ولا عنده تطبيقات جدد وصيغه اخرى فوالا دونك ولا يلوج على بلوس دو كونفور على استيتيك في السال دو بان ما عادش ان اسباس جوست فونكسيونيل ندخل ونخرج كهو نو. دونك ديجا السال دو بان مش الناس الكل عندهم نفس المساحه نتاع السال دو السال دو بان وقت اللي باش نصنعوا دار جديده باغ اكزومبل باش اون فاكونسيفوار دار جديده لازم تبدا ديما بروبورسيونيل بارابور لسباس كاني فوست سويت كاني بور لي زونفون معناها ديما تمشي في الكبر نتاع الدار ما تنجمش تكون سال دو بان اكبر من صال معناها في كبر صاله ولا في كبر البيت وكيف كيف ما نجموش نصغروها برشا للي تولي معناها ما عادش فونكسيونيل ما عادش نجموا ندوروا فيها باريحيه وكل. دونك ديجا اول حاجه واول ريفلكس نعملوه وقت اللي باش نختاروا سال دو بان تاعنا حتى العبيد راهو اللي عندهم سال دو بان ديجا الي اكزيستونت يجموا يبدلوا فيها يجموا يلصقوا ديريكتومون على الروفيتمون معناها الموجود داكور اوني با اوبليجي باش نقلعوا باش تقول انت مرمه وتبخل عليها معناها ماهيش صعيبه من المرامات الساهلين سال دو بان بارابور للبقيه الحاجات اللي نجموا نعملوهم في الدار. دونك ديجا الاختيار نتاع البلايص نتاع كل اليمون في السال دو بان نتاع لي كومبوزون تاع السال دو بان حاجه ياسر مهمه اللي هما برينسيبالمون لي لافابو لي فاسك اللي هما يجمو يكونوا انكاستري والا بوزي انكاستري معناها نلقاهم غاطسين في وسط الخامه والا هما قالبهم ماسيف ديريكتومون والا دي لافابو اللي هما بوزي على البلان دو ترافاي نتاعنا واللي هما حاجات كيف ما تو نشوفوا في التصويره سي اون سوليسيون بلوس بلوس او موان استيتيك نجمو نحطوها في الفي سي انفيتي كو في بور لي زونفون خاطر على التنظيف وكل سي ان بو كومبليكي داكور. دونك ديما نختاروا حاجات سولون لو بوزوان وشكون اللي باش يستعمل السال دو بان داكور. دونك كيف كيف لومبلاسمون نتاع البينوار نتاع الدوش اسكو حاجتنا بدوش ولا بينوار غيالمون اللي عنده صغيرات يقول لك انا حاجتي بالبينوار اللي صغار وكبروا ولا سي ان كوبل وكل اي بريفير توجور هو العباد كبار في العمر يحبوا دوش اكثر يحبوا من دوش افيك بانكيت ولا افيك اون بتيت هكا ان اكسسوار تابوري اللي باش يعاونهم للدوش اما ما عادش ينجموا يفحجوا البينوار كل معناها البينوار ولات حاجه بلوتو استيتيك للعباد اللي عندهم اسباس يحطوها بينوار بوزي كيما في التصويره بور ديكوري اكثر منه استعمال داكور. وكيف كيف لومبلاسمون تاع الكوفيت هاشيكم اللي هو ديما نخيروا كي نحلوا الباب ما نشوفوهش ديريكتومون ديما تلقاها
متركنا يا ورا الباب يا في اسباس وحدها. معناها لو شوا نتاع لومبلاسمون نتاع لي زيكيبمون سانيتير مهم برشا. ديما ماذا بينا كي ندخلوا نلقاو لو تريانغل فونكسيونيل نتاع لافابو دوش اي تواليت. داكور ما نلقاوش التواليت قبل الدوش، ما نلقاوش لي لافابو في الاخر نتاع السال دو. معناها فما اون كرونولوجي كيما التخوا كيما في الكوجينه اكزاكتومون. دونك هذا هو كيف كيف في لي سال دو بان لازمنا نقراو حساب ليكليراج ناتوريل. جيت نقول لك معناها لي زوفرتور ياسر مهمين، سوف كو في سال دو بان الفونكسيون تاع لوفرتور تتبدل. معناها ما عادش نحبوا اوفرتور كبيره باش نشوفوا اترافير، مي بلوتو نحبوا على اوفرتور حتى زينيتال معناها والا فونت صغيره باش تدخل لنا الضوء وميم طون نهويو بها ليسباس. فهمتك. في لي زابارتمون ولينا ما عادش برشا نراو معناتها لي سال دو بان اكليغي معناتها ناتورالمون، ولا فما اسبيراتور حاجات اللي تجبد ريحه وكذا. اسبيراتور ميكانيك فوالا. مالوغوزمون هو خاطر في لي نورم ديجيان لازم اوفرتور ناتورال ولازم نهويو السال دو. داكور. مي مالوغوزمون بار معناها اوبليغاسيون اون تروف كو لي اسباس معناها هذوما هوميد ما هماش كلهم ناتورالمون اكليري. دونك الحل هو لاسبيراسيون ميكانيك وناتور اكليراج قوي سورتو بور معناها وين ما فما الميغوار المرايه، خاطر المرايه باش تبدل وكل لازم تبدا فما كعيبه سبوت هذيك عند راسها باش تعطي اكليراج قوي. داكور. وديما احنا في الاكليراج في لي سال دو نقراو حسابنا في دو سيركوي، معناها ان سيركوي جور اللي هو باش يضوي لك برانسيبالمون باش يوري لك ميم لي ديفو باش تنجم تماكياج كوريكتومون، وفما ان سيركوي ان دوزيام سيركوي اللي هي سو فورم دانتربتور ان دوزيام انتربتور بور ليكليراج دومبيونس. عندك ضيف جايين تحب جوست هكا اكليراج دومبيونس وكل تعمل كاش لوميير لا داكا باش نبدلوا بدلوا لومبيونس، خاطر سي با ان اسباس اللي نجموا نبدلوا كل يوم مش كيما الصاله لازم دونك فوالا. توا هذا في كل ما هو اميناجمون، خاطر في السال دو عندنا لو كوتي فونكسيونيل وعندنا لو كوتي استيتيك. في كل ما هو استيتيك اليوم كان تذكرش فاطمه قبل كانوا لي سال دو ملونين، تلقى سال دو بان روز، تلقى سال دو بان بلو سيال، وبعديك نمشيو كلهم فرخه. معناها لا توندونس ولات رخام ودي كولور تيغ بلوتو فاتحين وكل. اليوم رجعنا للالوان. اه بون وي رجعنا للالوان سورتو اك ليفي تيرازو اك ليفي الزليز نتاعنا قبل امام لون تو يتعديو تصاور الزليز هذاك اللي تلقى فيه برشا الوان منكت اكزاكتومون تلقى مثلثات ملونين. دونك رجعنا للالوان تلقى معناها ليفي هذاك مع ان مور ان بون دو مور اللي هو ملون تلقاه بلو فيغ. رجعنا للبهجه الحمد لله اكزاكتومون. بون فما عباد يقول لك انا ما نحبش اللون، دونك طونك فما دو تخوا سال دو في الدار معناها وحده لي بارون وحده للصغار وحده للبارون ولا للضيف، دونك اون بو جونغلي نجمو نوعو نجمو بور لي بارون نعملو حاجه بلوتو كلاسيك نمشيو في البيج كيما في التصويره ندخلوا اللوح راهو الغوفيتمون في لي سال دو ما عادش يصير على لي بون دو مور الكل، ولينا نختاروا لي مور اللي فيهم هوميديتي اللي فيهم مي كيما وين فما السابيله نتاع لافابو وين فما الفليكسيبل. الحيوط الاخرين اللي ما فيهمش مي ما عادش نحطوا فيهم غوفيتمون بلينتا بانتور يا سامبل يا ديكوراتيف. داكور. ولينا نقصوا من الغوفيتمون خاطر افيك دو ريكول العباد لقاو روحهم يطلعوا في الغوفيتمون حتى كشي للسقف و سا دوفيان خنقه بالوقت وليسباس يولي يعرق برشا وليسباس دونك وقت اللي يبدا فما بانتور اي غوفيتمون تحس ليسباس يتنفس خريج. داكور. دونك نجمو نوعو كيف كيف لا توندونس في لي سال دو توا كاين مشينا في الالوان نمشيو في روبينيتري فاتحه كرومي بلانش، وكاين مشينا في دي كولور تير بيج الالوان هذوك ما على لو بلون كاسي وكل الروبينيتري تلقى نوار كيف ما في التصويره دايور تلقى البوتون بوسوار نتاع الشاس لي اكسسوار كلهم كل شيء انكستري ديجا اكزاكتومون. وفما زاد اللي يستعمل برشا نقولوا احنا المرأة ديما تحب في سال دو بان تحط كل شيء نلقاو فما نساء يحطوا حتى ماكينة الصابون في السال دو بان ولا يشوك الغزين اللي يحطوا فيهم لي بابيي تواليت ولا لي شامبوان ولا غيره تلقاها زاد عملت لها بلاصه هذول هذاك زاد يزيد يخنق شويه السال دو بان، والا يلزمنا نعرفوا نختاروا شنو لي زارموار اللي نحطوهم مدام.
Voilà. Donc, شو par rapport au sujet نتاع الماشينه لافي راهو ماهوش منصوح بيه بالكل بالكل. انت اي دار باش تشريها حاضره باش تلقى لانستالاسيون تاع ماكينه الصابون نتاعك في السيشوار معقول وراهو هذيا كيكو سوا فونكسيونيلمون ولا تكنيكمون ولا حتى على السيكوريتي راهو خير لنا على خاطر في السال دو بان وقت اللي تولي فما هوميديتي ما تدوش وكل ينجم يصير لطف يا ربي ماس نتاع كورون معناها بلاصتها راهو في السيشوار البرا وحتى بارابور لليتا نتاع الماشينه لافي كي تقعد في السيشوار تقعد في ليتا انيسيال نتاعها لا تسدد لا تندي لا حتى شيء كي تحطها في السال دو بان او بو دون اني تلقاها كلها بس تزيد من لوطا وهذاك سي لي في نتاع الهوميديتي نتاع الدوش هذه هذه بالنسبه للي فونكسيون خاطر السالدو ماهيش بيوندغي راهو بالضبط جامي سالدو سي لا سالدو بالنسبه للرونجمون وي توا ولاو نعملوا ديزيتاجير كاريمون مثلا تلقى فوق التواليت اوليو ما تلقاها غوفيتمون على الكل وكاها تلقى ديزيتاجير وين نحطوا البابي التواليت بالنسبه للبلان دو ترافاي لو بلان تاع اللافابو تحت منه ديما تلقى دي تيروار اللي يخبيو فيهم برينسيبالمون لي برودوي وزيد ولي التوندونس نتاع لي سيرفييت الصغيرات كيما في التصوير نشوفوا فيها سورتو في البي سي انفيتي سي بور معناها بور ليجيان على خاطر العبيد ماذا بينا ماش يستعملوا نفس السيرفييت دونك اللي باش يجي يلقى بتيت سيرفييت على جنب يستعملها ومن بعد يطيشها في الكوربي ولا فوالا باش نعاودوا نغسلوهم وكل شيء دونك معناها ليسباس او دلا دو 1.20 متر في السال دو بان الي اكسبلواتابل quel que soit en armoire bien sûr tu peux définir ou quand tu marches des épaisseurs kbabs des profondeurs kbabs achète 30 cm 25 حاجه pratique ou حاجه pratique en même temps on نربحو espace حتى تاو العبيد وليو طالعين الفوق فهمت معناها قد ما عنده رانجمون قد ما هو مرتاح اكثر في داره فهمت دونك احنا نجمو نستغلو بارتي الميروار ما نعملوش كلها ميروار نجي نحطو ميروار على جنب صغيره وبجنبها ليليمون تاعنا نتاع كيف الاكثريه في الكوتي كوفيت تلقى الكوفيت يعملها ميوري بو اونكاستري الوحده هذيك اللي فوق الميوري الكل وهذيك تلقى الكل دي رانجمون كيكو سوا مسكرين ولا اون بو الترني اونتر خزينه مسكره باش ما نوريوش كل شيء اون بارتي ديكوراتيف اون فونت هكا محلوله تمشي حتى بالضوء وحاجه مزيانه برشا ميرسي بوكو عائشه الجويلي مهندسه الديكور الداخلي دكتور بكري تقول اي حسيتك موافقه كلام عائشه هكا ولا عجبوني برشا سورتو الفازت المثلثات هيك اللي رجعت فوالا دونك ميرسي بوكو يعطيكم الصحه على الحضور وميرسي على المعلومات اللي قدمتوهم لنا نرجعوا واحده لشيف اكيد راجعين لكم جنتنا فاطمه مشكوره مشاهدينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا من جديد مع بعضنا نكملوا مشوارنا في كوجنتنا مع شيف فتحيه اللي حضرت ديجا جاتو بالفريز قالت اليوم من عند سمارت شيف الوغ انا هنا حطيت القلايه تسخن شايحه ديما حطوها شايحه والنار قويه هذا الكراميل هيك كراميل سيك كراميل سيك لازم تجي في القلايه ما يجيش في كسرون المكسر القات يجي في القلايه ونبداو نرشوا في السكر وين هو يذوب احنا نزيدو نصبوا على البقايا الذايبه ما نحركوهش كان نحركوه يرجع السكر احرش ما عادش يجي به هذاك علاش نقعدوا ديما نزيدوا من الحراف من الوسط من كل بقعه واحنا نزيدوا في السكر وهو يذوب وحده كما تشوفوا فيه السكر راهو ديما فيه الماء مهما كان نوع السكر الا السكر حتى السكر المحور فيه نشاء لكن فيه الماء ديما يشد برشا ماء السكر توا كي تشوفوها تعبيت هكا جست نحركوها هكا مش بالمغرفه راهو المغرفه ترجع تحرش لك السكر وتردوا معناها قرقوش ما عادش السكر اللي نحبوا عليه ما عادش الكراميل اللي نحبوا عليه به هذايا الكراميل نتاعنا وقت اللي نحبوه فاتح معناها نقصوا له النار على الاخر كان يلزم حتى نطفيوه ونحطوا حاجه بارده مثلا منديله مبلوله بارده بجنبنا باش طول نحطوا عليها القليه باش تقف الكويسون خاطر على قد ما يقعد هكا في السخانه تشوفوا فيها على قد ما يطيب وعلى قد ما يحمر وماذا بكم كي تعملوا كراميل بعدوا الصغار من بحذاكم النصيحة اللي نعطيها لكم جوست ما تخليوش صغاركم بحذاكم راهو اختار صافي ألوغ هنا نجم نحرك نقص شوية النار باش ما تغلبنيش النار باش ما يوليش غامق خاطر في دقيقة يغمق ألوغ هذايا
اما باش نزين به قاع المول كيما وريتكم قبيليكا، نحيه من النار ساعه ساعه مادام نحرك، ما خليهش في وسط النار. تعرف اللي النار قد ما يقعد على النار قد ما يزيد كغمال يغمق، يعطي برشا لون. اما نحطه في قاع الكسرونه اللي باش نعمل فيها الجاتو، والا ناخو هنايا ديما نحي الكراميل نتاعي من وسط النار. ما خليهش. الوغ ناخو بابي كويسون، وعندي الصحن هوني بحذايا باش نغطس الفغاز، باش نعمل دي فغاز انغوبي بيسكو الجاتو نتاعي بالفغاز. نجي ناخو كعبه الفغاز نحطها في الكوردون، نميل القلايه، انا نشفتها الفغاز بالقدا من الماء باش ما تقعدش فيها الماء نتاعها، ونجي فوالا نغطسهم هكايا. هذوما باش نزين بهم الجاتو. اللي يحب يزين جاتو تردوا بالكم من الحريق قد ما تقدروا. انا هذيا ليتاب الاولى اللي باش تاع تزين الفغاز، ومن بعد نوريكم كيفاش باش نعملوا الصوص بنفس الكراميل، باش نعمل اون صوص كراميل اللي يحبوها الناس. فوالا باه، يعطيك الصحه، مشكوره شيف فتحيه. مشاهدينا انا باش ننطلق معكم في اعداد الصوص طومات اللي باش يطيب فيها من بعد الفلفل المحشي. هو مش يطيب فيها، باش تتقدم معاه. عندي هوني حطيت بصل ذبال بالقدا بالقدا مع زيت الزيتونه، باش نزيد عليه طماطم سي كامل مدشه بالثوم، نخلطهم هذوما مع بعضهم ونخليهم يتقلاو. باش ناخذ عليهم نزيدهم نقوي في نكهه الثوم اكثر هكا. باش نحط شويه فلفل اكحل معاهم، فلفل زينه اللي يحب الصوص موزوزه، وتشيشه ملح ما نكثروش، مع انه بعد باش نزيدوا معاهم الفلفل. اللي يحب يزيدها شويه تابل تولي عاد فاح تونسي 100%. نخلطوهم هذوما الكل، نخليوهم يتقلاو شويه. باش نمرقهم انا بشويه ماء من عند اوفيزا، شويه معناها نتاع كيس تاع طرابلسي احنا نقولوا. دونك هكا هذيا الصوص طوماط نتاعنا تغلي دريجين من زمان ونطفيو عليها. من بعد باش تتقدم مع الفلفل المحشي اللي باش يكمل هنا شيف سامي الرزقي. ميرسي شيف. احنا كيما تشوفوا لهنا بعد ما قلينا الحمام نتاعنا ستيك دو داند مع شويه بصل وفوحناه، خليناه يبرد بطبيعه حاجه مهمه برشا. توا باش نكملوا لي زانغريديون الاخرين اللي هما المعدنوس نتاعنا، وبطبيعه جبن مرياح تاعنا اليوم تروا فرماج نتاع مرياح، اكيد باش يذوبوا في قلب الفارس ويشدوه في بعضه وما يخليوش الفارس نتاعنا تجي شايحه. اي ومع شويه شابلور، نحطوا الشابلور هذاك باش يمتص الماء الزايد نتاع الفاقس ولا حاجه هكا، ونعملوا عظيمه ونشوفوا كان تستحق عظيمه اخرى نزيدوا، سينو نكتفيوا بالمقدار هذاك. دخلتوا هذوما الكل مع بعضهم، ما ننساوش احنا اللي فوحنا مع الحمام نتاعنا، دونك سي بون ما نستحقوش باش نزيدوا. مازالت تزيد عظيمه هكاكا، نزيدوا عظيمه اخرى. نكملوا على العظيمه. شلمنا الفارس هذه باهي برشا شوف. هذوما الكل نخلطوهم بالقدا بالقدا بالطبيعه، ونبداو في المونتاج نتاع الفلفل نتاعنا. نحطوا قدامنا جوست الفرينه وعظمه مركوذه هذيك. وعلى شنو هاكي؟ باش تشد لنا الفرينه وما الفار زاد ما يتيحش. باش نسكروا بها الفم نتاع الفلفل. باش نسكروا بها الفم، وبالطبيعه اول ايتاب في الفلفل المحشي كي نقليوه نحطوه على راسه بالطبيعه باش يشد روحه، ومن بعد يكمل يطيب. يكمل يطيب. مشكور شيف سامي. دونك هذايا فيما يخص الفاخس نتاع الفلفل المحشي، باش نكملوا نعبيوهم كي يحضروا نرجعوا لكم. نمشيو فاطمه صفيت. مشكورين اللي شافوا قايد باش نحكيوا على ليبرتا فواياج، ونذكروا الناس اللي يحبوا يمشوا يعملوا عمره في شهر شوال، نعاودوا نذكروا من نجموا يتصلوا بليبرتا فواياج على 71 90 56 56، ودخلوا على الباج فيسبوك ليبرتا فواياج ولا السيت ويب www.libertavoyage.com. كيما زاد ينجموا يمشوا ليزاجونس نتاعهم موجودين في سليانه في تونس في الحمامات وسوسه وصفاقس مع مسيو كاليتي، نلقاو كان دي بون زافير اي دي بون كاليتي. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة وعلى عزاز علينا. ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا.
كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا آه يلي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا الأصل الطيب كلهم أرض طيبة وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة وتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة وتن البدر حذرناه سلة سلة محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر سمحت شيف مسهل هالبنة سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوأ معقولة وفي المتناول للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ سيير تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار ملا زورونا في اللي دو بوانت فونت نتاعنا في المنزه آن والحمامات الدليل مازال باتري نوكس كوليكسيون 32 بيس او ام اس ب 599 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور MS, cuisiner autrement.